100% hip-hop, film rap. الوالد تخلى عليا فاش كان عندي 3 سنين واش بني وعطاني واحد السميره وهزني ولحني بالزنقه. بيزا هو انا 25 عام، السميه ديالي محمد، وانا دزت في الخميسات ما بين الخميسات وكازا. انا عايش الراب ديما، كنسمع لي رابور، كنسمع لاكتواليتي. الحاجه اللي عجبني صراحه في الراب هو فاش كيمزكني ديال بصح هذا، فاش كنقول كيمزكني خاصي يعاود شي حاجه اللي كتقيسني، ولا واكثريه فاش كنسمع شي حاجه اللي انا دوزتها، هذاك هو اللي كيعجبني في الراب. كيفاش مشيت لفرنسا صراحه قصه طويله. المهم انا غادي نعاود لكم باش تعرفوا انتم شكون هو بيزا. المهم الوالد تخلى عليا فاش كان عندي 3 سنين، فوالا. والوالده حتى هي نتوما عارفين اصلا المغرب فاش كطرى شي برانات هكا في العائله، فوالا. وديكو الوالده ديالي مشات لفرنسا، تلاقات مع واحد صات تما وكذا. المهم عاشت حياتها وكان عليها تجلس تقريبا 10 سنين في فرنسا باش تشد حتى هي الجنسيه الفرنساويه. وهذيك 10 سنين اللي جلست هي في فرنسا انا كنت في العروبيه عند جداتي. المهم كنت ما بين العروبيه وما بين خالتي اللي كانت في كازا في عين دياب، ودازت عليا ديال بصح ديال بصح. داكشي باش قلت لك راه قصه طويله بالنسبه لفرنسا. والمهم راه الحال لا جونيس ديالي انا ما نقدرش نقول لكم بانني راني دوزت لا جونيس، حيت كنت غير سراح في العروبيه المدرسه ما. المهم هادشي بعد المرات قاصح شي شويه باش نعاودو، مي دابا الحمد لله ربي كبير كما كنقولوا، وهذاك الشيء راه باسي، هذاك الشيء راه دوزتو. دونك انا عارف راسي واخا ندوز اللي دوزته من هالقدام راه ما غاديش نرجع لهذاك الشيء. الو في الخميسات كنت في اي تعبو شنو طرا ليا عرفتي؟ جيت نعاود لك راه بزاف البلانات عرفتي، انا نعاود لكم شي المهم شي حوايج صغار باش تعرفوني بانني دازت عليا ديال بصح. خويا البلان اللي كيطرى لي ديال بصح، حتى انا كنت صغير وفاش كيضرني العطش، تخيل في راسك كاين بير واحد وخاصك تهبط السطل وتطلعو عامر. تخيل في راسك كان هذيك اللعيبه ديال كندير جوج رجليه وكنبقى نجبد وعند المرات كيغلب عليا السطل وكنطلق عاوتاني كنعاود كنحاول ما نعمروش كامل. والمهم ترى البلانات نعاود لكم بزاف فاش كيضرني الجوع بعض المرات. المهم كندعس عليا ديال بصح، كنت كنهز لك الزعبون كنحطو في التيشيرت ديالي هنا، واللعيبه اللي كانت كطر عليا فاش كنحط التيشيرت الشوك كيلصق فيا. شنو نعاود؟ عرفتي كاين بزاف ديال البلانات. بحال واحد المره طرا لي واحد البلان ديال بصح. المهم كان خالي فريد، واخا عليك كان خالي فريد. المهم خلاوني معاه في العروبيه وكذا، وقال لي حضي الخروف وحضي البقره ما بين ما مشيت للمدينه ونهبط. وانا كنت بوحدي، تخيل فرنسا كنت بوحدي وكانت عندي تقريبا 7 سنين عام، والبقره راه كبيره عليا فهمتي. كان عندي واحد العمود وكنشحط فيها باش غير كدور عندي، كنبقى نشحط فيها باش كنخاف لا تدور عندي. وطاحت عليا شويه الظلمه ودخلت غير البقر والغنم ما دخلتهمش. وفاش خليتهم مشاو هربوا، وانا كنت مخلوع وجلست في الدار وكنت كنتسين لا يدخل خالي. وفاش خالي فريد دخل قال لي فين هما شنو درتي؟ ومشى كيقلب كيغتير بلا مطريه، مشى كيقلب وسط الخنيصه وانا ما عارف والو. المهم كنعاود هادشي بالضح، ولكن هذاك الشيء انا بالنسبه لي انا كنحمد ربي ونشكره بانني دوزت هذيك اللعيبات، حيت لو كان ما دوزتهمش لو كان كنت واقيله واحد اخر لو كان نقول. دونك اي حاجه كطرى ليا في حياتي دابا واي حاجه كتزاد ليا، ولا انا كان ديما ما عمري واخا نبغي ما عمري ما غادي ننسى هذاك الشيء اللي داز عليا. وهذاك الشيء اللي داز عليا هو اللي كيعاونني اليوم باش نوصل لهذاك النيفو، هذاك لوبجيكتيف اللي درت في راسي. واحد المره في الليل كان ضرني الجوع ديال بصح وكنت بوحدي، وخويا نقول لك صراحه مشيت جديت هذيك الكمشه ديال الشمندر درتها في الماء سيت هذيك نص ساعه تقوفلا مزيان. تعرفوا شنو هو الشمندر؟ الشمندر اللي كتهضر للبقر، وخليته حتى تقوفلا وبقيت كناكل حتى انا قرعتها. مشيت للبير جبت لك الماء، خويت عليا السطر وشربت، مشيت تكسلت فوق واحد البلا ديال زيتو ديال التبن وصافي.
ما كانت عندي حتى ريال تما. والله يا ربي تسمح لي ما يخرج فيا الشيء اللي كنت كندير. هذاك سيدي الوافي الناس كيمشيو كيحطوا فيه الفلوس وكذا والشمع وداك الشيء. انا كنسين حتى كيدوزوا الناس كاملين وكنمشي كنجمع داك الشيء اللي حطوه كنديرو في جيبي وكنمشي نرجع نمول الحانوت كنحط تما وكنشري. فوالا يا ربي تسمح لينا وصافي. انا ما عمري ما بغيت نهضر في هذا البلان هذا حيت منين تخلى عليه الحاجه الوحيده اللي نقول لكم انا عاقل عليها وغادي نعقل عليها حياتي كامله. فجر علينا من الدار. كنت غير الوالده. المهم جرى علينا هز الحوايج ديال الوالده وداك الشيء لحق كلشي برا. وانا كان واحد السداري حدا الباب كنت كنجبدو. حق الله هاد اللحظه هادي راه صدماتني ديال بصح. كنت كنجبد السداري وقلت ليها راه غادي ندوي معنا السداري و شدني وعطاني واحد السميره وهزني ولحني في الزنقه. هذه هي اخر صوره اللي عندي ديالو. والمهم راه حاول يصيفط لي ميساجات فيسبوك حيت ما شافني كندير شويه ديال لا ميوزيك وشاف الكليبات ديالي وهذاك الشيء وكيصيفط لي الناس كيصيفط لي عمي كيقول سيرو سولو. ولكن انا كنعتبر بان نسيت انا هذاك الشيء. قاعد المده اللي دازت كامله كان عليه يسول كان عليه غيطو سورتو اكثريه فاش كانت الوالده في فرنسا وانا كنت في العربيه. هو راه اصلا عنده العاقه عنده الفلوس دونك ابخي وراه ربي كبير. انا عشت حياتي ودابا مازال كنعيش حياتي ما متسوقليش كاع كيعيش حياته وانا نعيش حياتي وصافي. انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك اخويا راه كنسامح وما كننساش. لي رابور ماروكان اللي عندي معاهم كاين صراحه كاين جوج كاين البنج وكاين طوطو فوالا. وتاع الاخرين كاينين وحدين كنشوف انا الطراي ديالهم. والمهم راهم عارفيني انا بالنسبه لي شي اوفير شي اوبن. الا كان شي بروجي مزيان ولا شي حاجه اللي نقدروا نطلعوها ونخرجوها مزيان انا اوفير. احسن رابر مغربي عندي ان شاء الله من هنا لقدام هو انا. لي رابور فرونسي اللي درت معاهم شي حاجه ولا غادي ندير معاهم من هنا لقدام. المهم كاين اللي درت معاهم لي بروميير بارتي لي كونسير. كاين داجو لو فرير ديال ميتر جيمز. كاين فيجي دريم. كاين المهم كاينين بزاف اصلا. وكاينين اللي غادي يكونوا في الالبوم ديالي. ما غاديش نقول لكم باش ما نخرجش كلشي. نغاردي ان بيتي بو السسبنس. والواحد اللي نقدر نقول لكم اللي غادي يكون في الالبوم هو بي واي. فوالا لي ميديا فرونسي اللي كيدوزوني واللي كندوز فيهم. كاين او كي ال ام كيدوزوني في الراديو و كيديروا سوفون دي بوست. كاين راب بانش لاين بوز دو فو راب فرونسي. المهم كاينين با مال دو ميديا. مي بالنسبه للي انترفيو جي بريفيري نبدا من المغرب فوالا. حيت عندي لي بلو غرو بروجي كاينين هنايا في المغرب. وكاين اوسي الحاجه اللي كبيره كاع درت الاولمبيا ديال باري سبتمبر العام اللي فات. وان شاء الله غادي يكون حتى هذا العام هذا اونكور ان اوتر اولمبيا. اي بي فوالا الاولمبيا كيعرضوا عليك في واحد ليفينمون واحد الفيستيفال كاين تقريبا ما بين 6000 و 8000 واحد. وليميسيون كدوز اون ديريكت دايور. اللي بغاو يشوفوها راه كاينه في الانستغرام ديالي كاينه في اون ريبلاي في لا تيلي. كدوز اون ديريكت في فرانس او اي ان ريبلاي تاع هو كيدوز في ام 6 واقيلا و شي با سور. اي بي فوالا كدوز لا ميوزيك ديالك كدوز اون ديريكت في لا تيلي. و فريمون المهم كلشي عارف نورمالمون كلشي كيعرف الاولمبيا وقلال اللي دازو في الاولمبيا. ستوري ديال 69. المهم وصلتني هذه ديديكاس وانا شديتها ديريكت واحد عندي واحد صاحبي في لي زيتازوني جيام. المهم قال لي غادي نصيفط لك واحد لا ديديكاس كذا كذا. انا ما ثقتش فيه. قلت ليه كيفاش ديديكاس واش يعني 69 راه كلشي عارفو. وفاش صيفط لي لا ديديكاس انا قلت صافي شنو غادي ندير غادي نلوحها ندير عليها فريستايل. ومن تما كاين فاش خدمت على الفريستايل دغيا درناه في نهار واحد وخرجناه. هذيك غا بيغ اب ماشي فريمون. ما غاديش نقول ما نعتبرش هذاك بحال شي تراك ولا شي حاجه. هذيك غا بور لو فن غا باش نضحك وصافي
فوالا. بالنسبه للفيتشرينغ مع توتو علاش ما خرجش في الوقت؟ المهم حيت شفتو راه كان عنده كونطرا مع ماكدو، كان عنده لي بروبليم ديالو في دو سون كوتي، وانا ما كنتش واجد صراحه باش نخرج هذاك التراك في هذاك الوقت. دوكو اون سي مي داكور باش نخرجوه ان بو بلو تار، هذاك الشيء باش خرجتو عاد دابا نيت بي فوالا. لي نوفو بروجي كيما انا ما كنعتبرش هذاك الشيء اللي خرج في لاشين ديالي، كنت كنخرجوها باش نضحك وما كنتش ما كنتش مكونسونطري بزاف. المهم هذا العام هذا اللي فات اللي ما خرجت فيه تقريبا حتى حاجه، واخا خرجت شي لعبات، كنت مكونسونطري على بروجي فريمون فري فري بروجي كيك شوز دو سيريو. وان شاء الله من هنا ديسي كلكو سمان غادي نقول لكم بالنسبه للالبوم ولا الميكس تايب راه واجده، راه بريت، جست كلكو بروبليم دو كونطرا وهذاك الشيء اللي خاصنا نريغليو، وغادي نبدا نوري لكم البروجي. وانتم عارفين اصلا كاين فيه توتو فوالا، كاين فيه البنج، كما قلت قبيله كاين بي واي فوالا. تري تري امبورطون، حيت انا في انستغرام ديالي كنكومونيكي بزاف، كنهضر معاهم بزاف، وكنقول لكم شكرا بزاف 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 الى وصلت انا لهاد البلاصه ولا غادي نوصل لقدام، سا سري غراس ا فو، راه غراس ا فو. دونك شكرا بزاف، وبغيت نقول لكم راه البروجيات اللي غادي يجيو من هنا لقدام راه كلكو شوز دو تري تري سيريو، انا معول عليكم باش تكونوا وباش المهم نتوما عارفين شنو كديروا البارطاج هذاك الشيء. وشكرا بزاف للدراري اللي كيتبعوني ولي نوفو بيرسون. بيس.